فريق لازم نحكي أيضا، تطلع آراء مجموعة من الناس عن ذكرياتهم بالمدرسة، خلونا نستمع. المدرسة كانت بالنسبة لي نص نص، يعني بحبها ولا بكرهها. كانت عبارة عن، يعني اليوم بحكي عنها مرحلة جميلة، بس في وقتها كنا ما كناش نحب المدرسة كثير، ما كناش نحب نصحى بدري، ما كناش نحب نصحى بكير نطلع على المدرسة. ما كانتش إشي لطيف بحياتنا وإحنا صغار. لا ما كنتش أحبها. بحس أسلوب التدريس غلط فيها، و يعني ما كنتش أحب الجو اللي أنا فيه. لا معلوم كنت أحب المدرسة. يعني كنت أحب المدرسة لأنه المدرسة مثلاً كنت شاطر في المدرسة، لأنه كان فينا أصحاب المدرسة، لأنه في جو تاني حلو بالمدرسة أكيد. الصراحة المدرسة كانت مرحلة كتير حلوة، كنت أحبها كتير. كنت أحب أروح والله كل يوم على المدرسة. أحب المدرسة وأكرهها، يعني فيش واحد هو صغير كان يحب المدرسة. كثير هربت لأسباب طفولية، إنه بدي أطلع برا، بدي أنزل على الدار، وكنا نهرب ونرجع مرات، يعني مش إنه بس يعني هيك بين الحصص. مرة حاولت أهرب، طلعت على شجرة وإني بدي أطلع من المدرسة بس المدير مسكني. يعني هربنا مرة بس مش كل الدوام، يعني بس كم حصة هي كنا نختار ونحضرهم. مش لا شخصيا لا، لأني كنت متفوق. والله عادي كنا ننط عن السور ونهرب. أكثر أستاذ كان، في أستاذ علمني من بيت جالة اسمه ماهر مطر، كان علمي فرنسي هيك لأنه هو كان شخصيته حلوة وكان مرح وكان حب يعلمنا. في المدرسة أكيد معلمة العربي مس رانيا وهاب، لهلأ بتذكرها ولهلأ إحنا يعني أصدقاء وبروح أزورها في المدرسة دائما. والله في أساتذة كثير يعني بصراحة يعني أثروا فينا في حياتنا، بس أول أستاذ أثر فيه هو أستاذ الصف الأول ابتدائي. لأنه كان هذا الأستاذ حببنا في العلم. هذا الرجال كان يرتدي طاقية كبيرة كويس، ما يغرك أنا مواليد 65، فكان يلبس طاقية زي القضاء كويس، وكان يكتب عقد قران كويس، فكان بس يجي على الحصة عندنا كان يجيب معه الملبس وكان يجيب معه أقلام على حسابه الشخصي، فكان يساعدنا ويحس بفقرنا فيساعدنا ويحفزنا على الدراسة. في الأستاذ نبيل سمارة كان أحسن أستاذ في المدرسة، يعني كان يحبوه الشباب وإحنا نحبه وعلاقتنا فيه كانت قوية، يعني أسلوبه كان منيح معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. واضح أنه ما بننسى الأستاذ المميز طبعاً اللي أثر فينا أكيد. وزي ما شفنا كمان في ناس كتير هربانين من المدرسة كعيد لهلا عم بهربوا. الهروب إشي جميل وإنساني ولطيف ومسلي.